لطالما كان الفن والموسيقى لغة عالمية عابرة لكل الحواجز الجغرافية والهوياتية، اليوم سنتعرف على أحد التجارب الفنية العربية المميزة في لندن، مزيج من المقامات العربية والغربية يسافر بك إلى عالم آخر حيث لا مكان ولا زمان. نشاهد. إذن أصدقائنا، دعونا نرحب معا عبر السكايب بالفنان العراقي أحمد مختار، واللي صنع كل هالمزيج الساحر اللي عم ينضم لنا من لندن. نقول له أهلا وسهلا فيك يا أحمد. تحياتي لكم ولقناتكم الجميلة وكل المشاهدين. حيا الله. يعني برأيك دعنا نبدأ من مسألة أهمية انفتاح الفن العربي على الفنون الأخرى. برأيك يعني ما أهمية هذا الانفتاح وأن يمتزج الفن العربي أو فن أي منطقة أو فن متعلق بهوية معينة على الفنون الأخرى؟ أول شيء الانفتاح هو صفة الموسيقى العربية، والانفتاح بدأ منذ زمن طويل عندما كانت بغداد ودمشق وتونس والقاهرة منفتحة على كل الثقافات وتستوعبها وبنفس الوقت تتبناها وتتبنى الأمم الأخرى واللغات الأخرى. فالانفتاح ليس بجديد وهو مهم وهو صفة من صفات الموسيقى العربية، لأن لغة العالم هي لغة الموسيقى ولغة الفن والجمال، وإحنا عندنا إرث كعرب ويعني إرث ثقافي عميق وموسيقى عميقة ومقامات متعددة وآلات متنوعة، ليعرف العالم أننا نصنع الثقافة والفن والموسيقى منذ زمن بعيد ونصنع المحبة أيضا. فالانفتاح نعم. إذا انتقلنا للتحدث عن المزج بين الموسيقى العربية والغربية تحديدا واللي سمعناه قبل قليل أحمد، يعني خبرنا بالفعل شو هو يعني الشيء اللي بيطلب من الموسيقار لحتى يمزج هاي الموسيقى، شو المعايير اللي لابد أنه يستند عليها لحتى يعني تنجح بهذا الشكل؟ سؤال يعني الحقيقة جميل وذكي ومهم. الحقيقة هناك نقاط مشتركة بين الموسيقى العربية كموسيقى متطورة وبين كل الموسيقات في العالم، وأما بينها وبين الموسيقى الغربية فهنالك نقاط مشتركة كثيرة. أولها أنه بعض المقامات بالموسيقى العربية تشبه أو تطابق بعض الألغام والسلالم والمقامات بالموسيقى الغربية، فعملية التقاسيم يسموها improvisation أيضا نقطة مشتركة. الهارموني بمبادئ البسيطة إحنا أيضا نمارسه. فإذا على الفنان اللي قادم من الثقافة العربية والموسيقى العربية أن يعرف موسيقى الآخر ويعرف نقاط اللقاء ونقاط البعد، يعمل على تقريب نقاط اللقاء. فيجب أن تكون ثقافة عند الموسيقي العربي ثقافة في الموسيقى الغربية لكي يعرف أنه يربط هذا الاتصال. حديث الأوتار يهمس في قلوب السامعين ألحانا عذبة تطير بهم عبر بساط من الإيقاعات العربية في معارج الموسيقى العالمية وتقربهم من إرث حضاري ضارب في القدم. يحدث كل هذا في مهرجان الأوتار في العاصمة البريطانية لندن. تحت سقف هذا المكان العتيق اجتمعت أصالة الآلة بإتقان العزف لتقدم للحاضرين وجبة من المشاعر الإنسانية، من الشجن إلى الحنين إلى الفرح إلى الأمل، ولكل إحساس مقامه، والعازف ينتقل بين المقامات بمهارة وسلاسة لا تجرح صفاء بقعة النور هاته.
اليوم أنا قدمت مجموعة من المؤلفات فاليس أنسامبل. ذولا يعني فرقة معروفة كثير في أوروبا ومتخصصين بالموسيقى الباروك، موسيقى القرون الوسطى. أنا عندي بعض المؤلفات وزعتها لأنه يرافقوني بها على أساس الألحان مالتي، وهنا يعني حاولت أن أجلب الآلة الغربية إلى المساحة الشرقية والمساحة العربية تحديداً ومقاماتها، فخليتهم مطواع إلى المقام العربي. هو لقاء أوروبا القرون الوسطى بعراق العصور الذهبية، كمان منطلق يرتقي ليطاول السحاب بإيقاعاته، وعود يحمل في أوتاره إرث قرون من الإبداع. كل هذا لم يمنع العازفين من الانسجام والتوحد في قالب موسيقي رشيق أبهر الحاضرين. قدمت بعض أنواع من التراث العربي الموسيقي وبعض التقاسيم وبعض مؤلفاتي منفرداً، وبعد ذلك رافقوني هم في 5 قطع موسيقية موزعة هارمونياً. في رحلة من حزن الغجر وسفرهم الأبدي إلى حدائق بابل المعلقة على النوتات، مروراً بوجع أشعار مظفر النواب، وصولاً لفردوس الأندلس المفقود، هناك التقى الكمان الغربي بالعود العربي، وهنا أيضاً يلتقيان في هذا الحفل فيبهران ويمتعان، ولعلهما أقنع الحاضرين بجمال قيم التعايش وقبول الآخر. في هذه الكنيسة امتزجت الأنغام العربية بالإيقاعات الغربية، وتناغمت أصالة العود برهافة الكمان في ترنيمة استعذبها الحاضرون وذكرت الجميع بقيم التعايش التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن، وبأن الموسيقى لغة عالمية تنكسر أمامها كل جدران التفرقة والتمييز. لاحظ أستاذ أحمد أنه حضرتك يعني الآن تصور من مكان يوجد في الخلفية خزفيات بعض الأشياء التراثية التاريخية. مدى معرفة الموسيقار بالتاريخ، قراءته للتاريخ، هل تساعد بشكل أكثر في هذا المزيج الساحر، يعني الربط ما بين التاريخ لنصل إلى شيء معاصر وجميل ويصل للعالم؟ بالضبط، الثقافة للموسيقي، الثقافة في يعني المعرفة بثقافته العامة، يعني بأدبه العربي، بتراثياته العربية، باجتماعياته، بروايته، بشعره، هذا مهم جدا، لأن هذا يخلق عنده مخيلة عامة وكبيرة ومهمة لتصوير موسيقى، إضافة إلى معرفة أدب الآخر وثقافة الآخر ويعرفه وين موقعه وين أهميته وين تراثه. فلذلك يعني معرفة الفنان خارج نطاق معرفته بالموسيقى، معرفة التراث، معرفة الثقافة، معرفة الإرث، حتى بعض الأحيان معرفة جغرافية المنطقة، معرفة مهمة تحيلك بالكثير من الأشياء وتساعدك في الخيال وفي التأليف أكيد. جميل. نعم. طيب إذا تحدثنا عن يعني الموسيقى العربية ووصولها للعالمية، يعني برأيك شو اللي بتحتاجه حاليا الموسيقى العربية لتصل للعالمية، بظل كمان انتشار كبير يعني للموسيقى سريعة الإيقاع والجاذبة أكثر بطبيعة الحال للشباب؟
الحقيقة من وجهة نظري كمتخصص بالموسيقى وتعارض يعني لا أتحدث من الهواء، ولكن يعني أنا مؤلف 7 كتب عن الموسيقى بالتأكيد، فأقول أنه كل ما موجود بالموسيقى العربية مهيأ لأن يكون عالميا، أدواتها، آلاتها، موسيقيها، فنانيها، تراثها، مقاماتها، نقاط لقائها، قدرات الآلات الموسيقية مثل العود والقانون على عزف كل موسيقات العالم. ما نحتاجه ما تقومون به أنتم اليوم، وهو أنه تقدم هذه الموسيقى في المجتمع الغربي إعلاميا بشكل جيد، وتتبنى من قبل المؤسسات الثقافية. أنا متأكد راح تجد لها كثير من الإنصات من قبل المتلقي الغربي والقبل المتلقي العربي أيضا، وراح يفتخر بها أكثر. وأيضا احنا نعرف المتلقي الغربي ونعرف المتلقي العربي أيضا بإرثة العميق هذا. نعم. إذا هو نتمنى العربي. ذلك جميل. طيب يعني في حديثنا عن الفن والموسيقى والمقامات الموسيقية لا نستطيع أن نغفل إطلاقاً تاريخ العراق في هذا المقام، خصوصاً أن كل مدينة عراقية يعني تتميز بمقام منفرد، مقام مميز خاص بها مختلف عن غيره. ثقافتك في المقامات الموسيقية العراقية وكيف استطعت أن تبرزها بشكل أكبر في الموسيقى الغربية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا حابة أعرف حضرتك من أي مدينة عراقية أصلاً، خصوصاً أنه بحثت ولم أستطع معرفة يعني حضرتك تنتمي لأي مدينة والمقام الخاص بهذه المدينة. أنا من بغداد، يعني نشأت وترعرعت ودرست وثقافتي بغداد ومنتصف بغداد، يعني وبغداد كما تعرفون يعني هي مركز العالم في العصر العباسي، يعني أنت عندما تمر بزقتها وشوارعها تجد المستنصرية اللي صار لها 1200 سنة، وتجد يعني آثار الدولة العثمانية مثلا في السرايا اللي موجودة في مركز بغداد، يعني هنالك كثير من الإرث العربي الإسلامي اللي موجود بالمنطقة، وهنالك المقام البغدادي بالضبط. المقام العراقي هو يتقسم إلى نوعين، مقام بغدادي ومقام آخر موصلي. وكل المحافظات الأخرى بالمقام العراقي تتبع هذه المدرستين. فالمقام البغدادي تقريبا يعني يتبع في الجنوب، والمقام شرق العراق يتبع المقام طريقة المقام الموصلي. فأنا على المقام البغدادي، يعني على الموسيقى البغدادية والموسيقى الجنوبية. هل تحاول إبراز هذا المقام بشكل كبير في تأليف النوتات الموسيقية والمقطوعات الموسيقية أو عزف المقطوعات الموسيقية التي تمزج بين العربي والغربي؟ طبعا انا اقدم الموسيقى العربيه لان هي ارثي بشكل عام من المغرب الى العراق، وبخصوصيه بعض الاحيان لانه معرفتي مثلا بالمقام العراقي والارث الجنوبي والارث الشمالي العراقي جيده، فابرز هذا اكثر لان من حكم يعني ترعرعي وثقافتي في سمعي الدائم لها، فاكيد ابرز العراق كبلد يعني من خلال الموسيقى وباسم الموسيقى، أقدم بغداد بحيث أنه أنا عندي سي دي اسمه إيقاعات بغداد وعندي سي دي اسمه الطريق إلى بغداد. جميل. يعني مثلا بالحضارات القديمة عندي سي دي صدر حديثا يعني قبل سنتين اسمه أصابع بابلية. هذا الإرث العراقي بارز والإرث العربي بارز يعني في المقامات اللي عندي، يعني هذا شيء بالتأكيد. يعني عندي قطعة موسيقية اسمها مثلا بوابة دمشق، يعني الجزء انه يعني بقيت فتره في دمشق وايضا شبهتها ببغداد والمدن العربيه القديمه. الارث كله الي واني انتمي الى بفخر، فلذلك استغله بطريقه انه يتقدم بطريقه جميله عن عبر الموسيقى. وبغداد لها الحصه الاكبر باعتبار مدينتي يعني لانه عايش فيها يعني اكثر فتره زمنيه. نعم. أستاذ أحمد، لو رجعنا شوي للتقرير اللي شاهدناه قبل قليل، يعني شفنا المكان، الحفلة كان في كنيسة، لو تخبرنا السر في تصوير هاي الحفلة بالكنيسة وبذات الوقت أو الرسالة اللي حابب أنت كنت توصلها من هذا الشيء. طبعا الرسالة أنه يعني يقال أنه الإنسان الآخر أما أخك في الدين وأما نظيرك في الخلق، فيعني انه الكنيسه والمسجد والانجليزي والعربي كل احنا نفس الخلق، نفس احنا ناس متداخلين، احنا نحب بعض، احنا
فهذه رسالة للمحبة، يعني بالعكس خليني أسمع موسيقاك وخليك أسمعك موسيقاي أفضل ما سمعك شيء آخر. إحنا ندعو إلى السلام، السلام العادل، السلام الجميل، السلام اللي يحترم الآخر، السلام اللي يعطيك حقك، المحبة اللي تعطيك حقك. فبالتأكيد أنا ما عندي مشكلة إذا تستقبلني الكنيسة وأنه أعزف بيها، أنا لي الفخر أعزف، هاي بيت من بيوت الله ما بيها شيء. فلذلك أنا مع الآخرين وأحب الآخرين كعربي وكعراقي وكمسلم، وهاي رسالتي، أذرعي وموسيقاي وثقافتي مفتوحة للجميع. يعني أستاذ أحمد المختار، نتمنى بالفعل أن يحقق الفن والموسيقى ما عجزت عنه السياسة في جمع الشعوب من جديد وتحقيق السلام في بلادنا. أستاذ والموسيقار العراقي أحمد المختار من لندن، شكرا جزيلا على هذه المشاركة المثرية جدا. يعني فاصل وبالتأكيد مواصلين معكم، والعديد من الأخبار والفقرات ما زالت في جعبتنا، ابقوا معنا.